السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفو لافيش دو ليكتور دو شيفاليي دوبل. في هذا لافيش دو ليكتور غادي نشوفو بيوغرافي دو لوتور، سيرة ديال الكاتب، ريزومي دو ليستوار، ملخص ديال القصة مع لي بيرسوناج برينسيبو. هكا غتكون عندك واحد الفكرة مزيانة كافية باش انك تقرا هاد لوفر، هاد لا نوفيل فانتاستيك، وانت فاهم علاش كتكلم القصة والاحداث ديالها. Alors, on va la biographie de l'auteur. Donc, l'auteur est Théophile Gautier, le type Théophile Gautier. Le siècle, le 19e siècle, le 19e. Nationalité française, le génie de français. Date et lieu de naissance, Tariq Mackenzie. Donc, né le 30 août 1811 à Tarbes. Date et lieu de décès, تاريخ مكالو وفات، mort توفي le 23 octobre 1872 à Neuilly-sur-Seine. دونك هادو هما المعلومات اللي كيتعلقوا بلوتور اللي هو تيوفيل غوتي. دابا نشوفوا لا بريزونطاسيون دو لوفر، نقدموا هاد المؤلف، هاد الكتاب شنو هو. دونك لو تيتر هو لو شيفاليي دوبل، لوتور تيوفيل غوتي كيما شفنا. Le genre, c'est une nouvelle fantastique. يعني واحد القصة fantastique عجيبة. فاش كنقول nouvelle fantastique يعني nouvelle اللي فيها احداث واحد لي بيرسوناج اللي ميمكنش يكونوا في الواقع، في الحياة الواقعية، يعني واحد الشخصيات خرافية، يعني غير من وحي الخيال ديال الكاتب، وكما قلنا شخصيات واحداث ميمكنش تكون واقعية. Date de publication، تاريخ ديال النشر ديال هاد لا نوفيل، ديال هاد القصة القصيرة، هو 1840. دونك هادو معلومات ضروري خاصني نعرفها قبل ما نبدا القراءة ديال هاد لا نوفيل. ندوزو دابا لو ريزومي دو لا نوفيل، ملخص ديال هاد القصة. الوغ ليستواغ سو ديغول دون ان شاتو، القصة كتجرى في واحد لو شاتو، في واحد القلعة، دون ان شاتو دي بيي نورديك، في واحد الدول في الشمال ديال اوروبا، ديك الدول سكاندينافيا بحال دنمارك، النرويج، السويد، اتسيتيرا. لو هيرو، البطل دو سيت نوفيل، البطل ديال هاد القصه، سابيل لو كونت اوليف، الاسم ديالو لو كونت اوليف، هذا هو لو بيرسوناج برينسيبال ولا لو هيرو. الى ان دوبل ماليفيك، عنده واحد لو دوبل ماليفيك، يعني بحال عنده ازدواج في الشخصيه، الشخصيه ديالو فيها جوج، ودوبل ماليفيك شرير، عنده واحد الجانب فيه الخير وجانب شرير. هادشي بس العنوان ديال هاد لا نوفيل، لو شيفاليي دوبل، الفارس المزدوج، يعني بحال فيه انفصام في الشخصيه، فيه جوج شخصيات. وكما قلنا هادي لا نوفيل فانتاستيك، يعني واحد القصه اللي فيها احداث غريبه ما كاينش في الواقع. ليستواغ دو سو دوبل، القصه ديال هاد لو دوبل، هاد يعني الشرير اللي الجانب الشرير اللي فيه، رومونت او باسي افون لا نيسونس دوليف، كترجع لقبل الولاده ديالو. السبب انه عنده واحد لو دوبل ماليفيك هو كترجع الاحداث قبل الولاده ديالو. لا مير دو هيرو ابيلي ادفيج، الام ديال هذا البطل سميتها ادفيج، فيفي دون لو شاتو، كانت كتعيش في لو شاتو. يعني القصه غتبدا لنا في البدايه غتكلمنا على هاد ادفيج اللي هي الام ديال اوليف، افيك سون ماري لو كونت لودبروغ. ادفيج كانت كتعيش مع الراجل ديالها لو كونت لودبروغ، يعني قبل ما يتولد هاد لو كونت اوليف، قبل ما يتولد اوليف اللي هو لو بيرسوناج برينسيبال. ان سوار، واحد المساء، ان اترونجي، واحد الغريب، واحد الشخص غريب، ا دوموندي لوسبيتاليتي، جا لهاد لو شاتو، لهاد القلعة، وطلب الضيافة بوغ ايشابي اون تومبيت، باش يهرب من واحد العاصفة. ليترونجي كي ايتي بوهيميان، هاد الاجنبي، هاد يعني البراني، كي ايتي بوهيميان غجري، يعني واحد السكان، واحد المنطقة في اوروبا، واحد النوع السكان. اميتر شونتور افيت ان كوربو سور سون ايبول، يعني تخيل فاش جا لهاد لو شاتو يطلب الضيافة، كان عنده فاش كيغني في الكتف ديالو كيوقف واحد لو كوربو، لو كوربو اللي هو واحد الغراب، وغراب يعني في الميثولوجي، في المفهوم في الخرافة الاوروبية، هو انه كيجلب النحس، وديما كيكون مرفوق بالشر والموت. Durant les jours qu'il avait passé au château, طيلت الأيام اللي دوزها في هاد القلعة، هاد ليترونجي شونتي ديترونج بويزي، كيغني ألحان وأشعار غريبة، كي سيدويزي إدفيج، اللي كتغري هاد إدفيج، يعني الأم ديال أوليف، يعني قبل ما يتولد. سيت دغنيار تومبا دون أون بروفون تريستيس، وهاد إدفيج غادي
طايح في واحد الحزن شديد ابخي لو ديبار دو ماتر شانتور، من بعد الرحيل ديال هذا لو ماتر شانتور. لو كونت لو دبروغ الزوج ديالها اسبيري افوار ان غارسون، كان كيتمنى انه يكون عنده ابن. سون فو فو اكزوسي، الامنيه ديالو تحققات. اي لو بوتي اولوف اني، وتولد اولوف اللي قلنا هو لو بيرسوناج برينسيبال. وبسبب ان الام ديالو اللي هي ادفيج كانت كتصنت الاغاني والاشعار الغريبه ديال هاد ليترونجي، غيتولد هاد اولوف عنده واحد لو دوبل ماليفيك، عنده واحد الجانب شرير في الشخصيه ديالو. مي سلويسي ريسومبلي، ولكن هاد اولوف كان كيشبه اترونجمون بشكل غريب او ماتر شانتور، كيشبه هذاك لو ماتر شانتور، هذاك الغريب اللي جا طلب الضيافه. اولوف اني سوز اون ايتوال دوبل، تولد تحت تاثير ديال واحد النجمه مزدوجه. لون فيرت يعني تحت تاثير ديال جوج نجمات في البرج ديالو. لون فيرت نجمه خضراء، اي لوتر روج نجمه حمراء. يعني فيرت كترمز للخير، الجانب الخير فيه، او روج الجانب الشرير فيه. ايل فو ديفيسيل دو كاركتر، كان الكاركتر ديالو صعيب مزاجي. بارفوا il était doux، شي مرات كيكون هاد اولو فاش كان صغير شي مرات كيكون دو رطب وحنون. comme un ange بحال شي ملك. parfois احيانا il était méchant كيكون قبيح. comme un diable بحال شي شيطان. هادشي باش قلنا هو راه عنده واحد لو دوبل، يعني هنا عنده دوبل بيرسوناليتي، جوج شخصيات، parfois كيكون بحال شي ملك parfois كيكون بحال شيطان. quand Olive avait 20 ans يعني من بعد ما اوليف وصل 20 سنه، يا بري لا مور دو سا مير اي سون بير، ومن بعد ما مات الاب ديالو لو كونت لو دو بروغ و سا مير ادفيج، il avait pour fiancée كانت عنده خطيبه une jeune femme appelée Branda ou bien Brenda ou bien Branda، كانت عندها واحد الخطيبه سميتها Branda. un jour واحد النهار اوليف avait un rendez-vous avec sa bien-aimée، واحد النهار مشى اوليف الخطيبه ديالو كما كنشوفوا في هذه الصوره التوضيحيه. Il traversa alors la forêt ou عبر الغابة sur son cheval Mops، الشيفال الحصان ديالو سميتو Mops، et avec ses deux chiens géants ou جوج كلاب ديالو العمالقة سميتهم Murg et Fenris بجوجهم. Mais cette rencontre ولكن هاد اللقاء fut douloureuse، غيكون أليم pour le jeune homme، غيكون اللقاء أليم بالنسبة لأوليف. علاش؟ car Branda posa une condition، وضعت ليه واحد الشرط pour accepter son amour باش تقبل الحب ديالو والزواج ديالو. شكون هو هذا الشرط؟ il devait tuer son double، قالت لي راه انت فاش كتجي عندي كيجي معاك واحد اخر، واحد لو دوبل لو شوفاليير ليتوال روج، قالت لي كيجي معاك واحد لو شوفاليير وعنده في الراس ديالو واحد ليتوال روج، واحد النجمه حمراء، خاصك تقتلو. en retournant la voir le lendemain، فاش كان راجع يشوفها اليوم الموالي، اوليف غيتلاقى تويا غيقتل سون دوبل، غيقتل هذاك لو دوبل ديالو، غيتهنى هنايا من داك لو دوبل ديالو، غيتلاقى بهذاك لو دوبل داك الفارس صاحب النجمه الحمراء. دونز ان كومبا فيولون، فواحد المعركه غريبه ايغ اترونج غريبه. علاش؟ حيت اوليف فاش كيضرب هذاك ليطوال غو مول ليطوال غوج، فاش كيضرب هذاك الفارس الاخر، ديك الضربه اللي كيضربو هو كيحس بها. علاش؟ حيت كيضرب الدوبل ديالو بحال اللي كيضرب في راسو، يعني كيتلقى دقة كيحس بها، كيعطي دقة كيحس بها. ليتوال فيرت لا امبورتي، النجمة الخضراء فازت، يعني بحال اللي كيقولنا هنايا الجانب الخير في اوليف هو اللي انتصر سور ليتوال غوج. سيتي لا بريديكسيون دو فيو كونت لو دو بروك، هذا هو التوقع ديال الاب ديالو. الاب ديالو فاش كان اوليف صغير قال بان ولدو غيتغلب على هذيك لو دوبل وغيتغلب على هذيك ليتوال غوج. Les yeux noirs d'Oluf devinrent azur. عينين أوليف كانوا كحلين، ولكن فاش تخلص من هاد لو شوفاليي روج، فاش تخلص من هاد الفارس الأحمر، ولاو عينيه زرقين، يعني بحال كانوا عينيه كحلين بالتأثير ديال هذاك ليترونجي، هذاك خينا اللي جا فاش كانت الأم ديالو باقية حية. كولور دو ريكونسيلياسيون، الرمز ديال الصلح. يعني فاش ولاو عينيه زرقين بحال صافي راه تفاك وتهنى من هذاك الجانب الشرير اللي في الشخصيه ديالو. ليستوار القصه سو تيرمين بار اون مورال، غتسال بواحد العبره، ان كونساي نصيحه. سيت ايستوار مونتر، هاد القصه كتبين لنا كوم ان سول مومون
هذا الشيء خديناه من ليستواغ في لا نوفيل في الاخر ديالها. الكاتب كيعطينا هذه النصيحه: كوم ان سول مومون دوبلي، يعني في واحد اللحظه ديال النسيان، ان روغار، نظره، هنا كيتكلم على النظره ديال ديك ادفيج فاش كانت كتشوف هذاك خينا اللي كان كيغني. ميم انوسون، واخا تكون واحد النظره بريئه، بوف افوار دانفلونس، يعني واحد النظره ممكن يكون عندها تاثير. جون فام، هنا كيخاطب الشابات النساء، جون فام نو جوتي جامي لي زيو سور لي ميتر شانتور دو بوهيم، ما عمركم تشوفوا في هذاك لي ميتر شانتور، دوك المغنيين دو بوهيم اللي كيجيو من ديك المنطقه ديال لا بوهيم في فرنسا واسبانيا، كي ريسي دي بويزي اونيفرونت اي ديابوليك، وكيغنيو اشعار ديابوليك شيطانيه. فو جون في نو فو فيي كا ليتوال فيرت، ما تثقوا غير في النجمه الخضراء. Et vous qui avez le malheur d'être double, double, يعني عندكم جوج ديال الشخصيات، combattez bravement، حاربوا بشجاعة باش تخلصوا من داك الجانب الشرير كما دار أوليف. Quand même vous devriez frapper sur vous، واخا تكون الضربة تجي فيك أنت، et vous blesser، وتجرحك de votre propre épée، واخا تجرح راسك بالسيف ديالك، l'adversaire intérieur، داك الخصم ديالك الداخلي، le méchant chevalier، هذاك الفارس الشرير. يعني هنايا نصيحه بحال كيقولنا ان كل واحد عندنا فيه واحد لو كوتي كي ريبريزونت لو بيان، واحد الجانب كي رمز للخير، ان كوتي كي ريبريزونت لو مال كي رمز للشر، وكيطلب منا اننا نحاربوا هذاك الجانب الشرير واللي فيه الشر في الشخصيه ديالنا، واخا غيكون الثمن غالي، واخا نجرحوا، واخا نتضربوا. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تابوناو وديروا جيم لا فيديو، وتبعوا الشرح ديال القصة كاملة كلمة بكلمة في الفيديو اللي باقيين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.